التوفيق ان شاء الله. بارك الله فيك وفي تنصيب المدير العام الجديد للمؤسسة الوطنية للبث التلفزيوني والإذاعي، وهي مناسبة للتذكير بالمجهودات الجبارة التي قامت بها هذه المؤسسة في ظل تسييرها من قبل سيد سحنين، وكذلك لترسيم المدير العام الجديد السيد سعيد بوجمادي الذي هو ابن المؤسسة. المهم وقفنا على اقتدار والتزام كل موظفي هذه المؤسسة الاستراتيجية والهامة والتي توليها الدولة عناية خاصة. الأيام القليلة القادمة إن شاء الله سنشغل محطة في بشار للموجات المتوسطة 300 كيلو وات، وفي خلال 3 أسابيع أيضا هنا في ولاد فايت سنباشر في لا ميزون سيرفيس دون ستاسيون دو 600 كيلو وات على شين اون زون موين، اي ان شاء الله دور لو بروميي تريمستر 2020 اون فا ايغالمون اشفي ان اوتر كونتر ان اوتر بروجي pour la diffusion en onde courte à partir des stations de Béchar et de Beaugrand.